أو في هذا البيت جمع رحمه الله تعالى بين الحمد والذكر جمع بين الحمد والذكر وقد جمع بينهما في قوله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون جمع سبحانه وتعالى بين الحمد وبين الذكر وهذان هما مبنى الدين الإسلامي لأن مبنى دين الله تبارك وتعالى على قاعدتين الذكر والشكر مبنى دين الله تبارك وتعالى على قاعدتين الذكر لله سبحانه وتعالى والشكر له جل وعلا وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فجمع بين هذين الأمرين الذكر والشكر وذكر الله سبحانه وتعالى مستلزم لمعرفته جل وعلا ذكر الله مستلزم لمعرفته جل وعلا وشكره متضمن لطاعته وقد قال تعالى اعملوا آل داود شكرا فذكره مستلزم لمعرفته وشكره متضمن لطاعته سبحانه وتعالى وهذان أعني المعرفة والطاعة هما الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها لأن الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها العلم والعمل العلم والعمل